طيب، امبارح استوقفتني مداخله للكابتن وجيه احمد رئيس لجنه الحكام الاتحاد المصري لكره القدم في احد البرامج مع احد الزملاء الاعزاء، ومداخله كانت مهمه جدا وكلام كان اهم بصراحه ولازم نقف عنده شويه. الزميل العزيز مقدم البرنامج ادار المداخله بشكل مميز في الحقيقه يعني، وسال الكابتن وجيه احمد سؤال واضح بخصوص ايه بقى؟ بخصوص الجون الثاني بتاع شريف، بتاع محمد شريف في ماتش سيراميكا اللي الحكم لغاه لان الكره جت في ايد قفشه، وكلنا ما شفناش ان الكره جت في ايد قفشه. فالمذيع سال كابتن وجيه احمد: انت شايف الكره دي ايه؟ قال له: هي الصوره دي مش واضحه، يعني اللقطه اللي بتتعرض دي مش واضحه، اللي هي الوحيده اللي احنا كلنا شفناها مش واضحه. قال له: طيب طالما هي مش واضحه تتحسب ازاي؟ قال له: لا اكيد امين عمر شاف زاويه تانية احنا ما شفناهاش، واشك في كده بصراحه. ليه؟ لان والكره بتتعاد جايبين الفار عرض انهي صوره او انهي لقطه بالتحديد وكلام من ده، ولو كان في لقطه تانية كانوا عرضوها وريحوا الناس كلها يعني، لكن هو ما كانش في لقطه تانية خالص. قال له: طيب برضو هل هي تتحسب ولا تتحسبش؟ بص بقى الرد، بص بقى الرد. قال له: طالما امين عمر حسبها ان هي جت في ايده يبقى هي جت في ايده. طب ازاي؟ عافيه يعني؟ عافيه هي؟ مع كامل احترامي الكابتن وجيه احمد يعني راجل يعني محترم جدا وحاجه جميله جدا والله بجد يعني على المستوى الشخصي، لكن انا بتكلم في الكلام يعني اللي اتقال. قال له: طالما الكابتن امين عمر حسبها يبقى هي جت في ايده، هو كده ماليش دعوه. يا كابتن طب ازاي يعني؟ هو كده انا شايف هي طالما هو حسبها كده بقى. في نقطه يا جماعه مهمه قوي لازم كلنا نبقى واخدين بالنا منها بشكل كويس يعني. ما ينفعش انا اقعد ادافع لمجرد الدفاع عن حكامي، ما ينفعش. بالعكس في بعض الاوقات لما اعترف بخطا تمتص غضب الجماهير، تمتص غضب الجماهير باعترافك، وخصوصا ان هي مباراه خلصانه يعني الاهلي كسب خلاص 4-0 والدنيا تمام ومفيش مشكله. لكن الناس بتسال ليه في اللعبه دي طالما هي مش واضحه؟ ليه بقى؟ عشان برضه هي رساله للكابتن وجيه احمد ورساله لجنه الحكام ولكل حكامنا المصريين المميزين بالمناسبه، او بعضهم مميز يعني. هي رساله ان انت خلال الفتره اللي جايه الخطا غير مقبول، مش ليا انا بقى بس يعني، لا ده ليا ولغيري، لان في منافسه قويه مشتعله. سيب اللي يكسب الدوري يكسب في الملعب بقدراته الفنيه بامكانياته هو، احنا مش عايزين اي حكم يجي على فريق ضد التاني خالص خالص، ولا للاهلي ولا للزمالك، احنا عايزين عداله تحكيميه. فمثل هذه الردود بالعكس هي يعني بتعمل حاله من الغضب عند الجماهير، اللي هو انا ماليش دعوه هي طالما حسبها امين عمر وهو برافو عليه صح، ماليش دعوه هو صح يا سيدي. طب يهديك لا هو صح، طب من اي باماره ايه؟ مفيش اماره. طريقه الرد كانت معناها كده امبارح، طريقه الرد في المداخله كان معناها كده امبارح. فالموضوع كان لازم يبقى فيه وقفه عنده، مش من عادتنا ان احنا نعلق دايما على مداخلات او كلام من ده، لكن طالما في فتره عصيبه ومهمه زي دي من حيث المنافسه فمطلوب، مطلوب من كل الحكام ومن لجنه الحكام في الاتحاد المصري لكره القدم والكابتن وجيه احمد ان هو يكون بيفكر في تصريحاته قبل ما يقولها، لان انت مسؤول لازم تصريحك يكون بالشكل اللي يلقى قبول عند المستمع او المشاهد، مش لمجرد الاندفاع وخلاص، الدفاع المطلق من غير اي دليل ومن غير اي امار. فدي جزئيه مهمه جدا، لما تعترف بالخطا فهتهدي الناس، لكن المكابره، المكابره دي مش دي مشكله كبيره. الفتره اللي جايه بعد اذن حضراتكم، الفتره اللي جايه كحكام، كلجنه حكام في الاتحاد المصري لكره القدم بعد اذنكم الموضوع مش مستحمل. احنا لتاني حلقه على التوالي بنقول، هتقول لي بقى اصل انت دلوقتي عشان في قناه الاهلي عايز تضغط على التحكيم بتاع، انا مش بتكلم للاهلي، مش الاهلي بس، لا احنا عايزين لكل الناس عداله تحكيميه، لكل الناس عداله تحكيميه. الاهلي لما بيحب يكسب بطوله يحب يكسبها بعرقه، يحب يكسبها بقدراته بامكانياته فنياته، وفي نفس الوقت ما يتظلمش. كفايه الظلم اللي الاهلي شافه على مدار الموسم ده بصراحه، كتير قوي حالات كتير قوي كان زماننا فارقين، كان زمان الاهلي فارق ولوحده في المركز الاول بفرق عدد ويفر من النقاط. نفكر بعض
كره بيكهام في ماتش وادي دجله ضربه الجزاء، المباراه اللي انتهت بالتعادل، كره والتر بواليا في مباراه بيراميدز الهدف اللي اتلغى، كره ايمن اشرف في مباراه البنك الاهلي الهدف اللي اتلغى. تمام، ادي كره، في هدف برضه لشريف اتلغى قبل كده، مش متذكر المباراه بالظبط. في اكتر من لعبه واكتر من قرار تحكيمي اثر في حصد الاهلي للنقاط بشكل واضح، يعني مش عايز اقول ان كان في عند، لكن هي القدرات عندنا ضعيفه شويه، محتاجين نطورها ومحتاجين نعترف بكده عشان نقدر ناخد الخطوه اللي بعد كده في التطوير. لكن طول ما انا بكابر، وبالتحديد لما اكون على راس منظومه التحكيم في مصر، وكابر في التصريحات عشان خاطر ادافع على الحكم بتاعي، هم قالوا لي كده لا لازم تدافع، لا مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده ابدا، اعترف بالخطا عشان اهدي الناس، وعشان ما يبقاش اي حد بيتلكك لي على اي تصريح، او عشان ما يبقاش اي حد يمسك عليا تصريح انا بقوله بشكل غير مناسب. فهي رساله في الحقيقه للكابتن وجيه احمد ولحكامنا المصريين كلهم خلال الفتره الحاليه الست مباريات المتبقيه، مفيش هزار بعد اذنكم، بعد اذنكم. ولما تيجي تراجع الفار، لان للاسف لحد دلوقتي ما هو بيقول لك يا عم هو في فار، ما هو ماشي الفار موجود بس بتطبقه ازاي؟ متعلم عليه ولا لا؟ خدت رخصه الفار ولا لا؟ للاسف تقريبا مفيش غير حكم واحد او اثنين على اقصى تقدير اللي خدوا رخصه الفار في مصر تقريبا، يعني لو المعلومه بتاعتي غلط يا جماعه صححوا لي. تمام، فده معناه ايه؟ معناه ان انت هتلاقي اخطاء في اداره المباريات حتى لو في فار. لازم نكثف من الكورسات ونورش العمل للحكام المصريين بخصوص الفار علشان ما يبقاش فيه الاخطاء دي، وعشان نتدارك الامور دي. هل في حاجه غلط في اللي احنا بنقوله؟ هل في اي توجه معين في اللي احنا بنقوله؟ هل في اي تحامل في اللي احنا بنقوله على حد؟ لا مفيش اي تحامل، احنا عايزين عداله تحكيميه على الجميع، مش على الاهلي بس ولا على فريق تاني بس، لا احنا عايزين الكل، ما يبقاش عنده حجه الحكام. الاهلي كالعاده ما يبقاش عنده حجه الحكام، ودي حاجه معروفه، لكن لما يكون في اخطاء مؤثره عليا بتخسرني لازم هتكلم فيها، لازم هقف عندها. لما يكون في تصريحات زي دي كمان لازم هقف عندها.